ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن إيه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الآخر بقى اكتشفوا إن لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا ظريف انت وهو، احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدق يا اما عم عبد الله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا اليأس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده. لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. مش قادر اتحرك. هاني استنى يا هاني. اسمحي لي، بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض، اشرط عليك شويه شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايز اشتغل لاظبط لك حته شغلانه. متشكره قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليكي باقه النت وهدلعك. كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو، انا والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربة عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه ايوه يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص انا هسوق، انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده، هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجه ومين الحاج؟ الحاج امي تقابل الحاج ابوكي. انت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص، مجمع ترى سجن المزرعة. ايه ده؟ ابوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. ما قلتليش ليه؟ كنت اوصي عليها ابويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي. باي. باي عسلية. ما تخافش يا سيف. اهدى اهدى. على السلامة. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحة عليه. تنسيش تعملي لي متابعة على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي يعني مؤاخذة، هما حلوا الكلمات وبعدين قروا القصة؟ مظبوط سعادتك. ودي قصة ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة، القصة نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة، انت بتنايب نختك يلا. ايه القصة على طول يا مؤاخذة اقولها؟ انا اسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي أصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جوازهم. حلو. لكن للأسف. خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. إيه حصل إيه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت إزاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. ضاع.
يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضحك محلوله مؤاخذه. خلاص ازاي سعادتك ومحلوله ازاي؟ نروح مؤاخذه للجده بطه ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجده بطه؟ اعرفها. ايه اللي اعرفها؟ مؤاخذه عز المعرفه. لا لا ما اعرفش حاجه. ما تعرفش ازاي بس يا عم بندق؟ ده احنا قلنا انت اللي هتجيب لنا الخلاصه. انا قلت ما اعرفش بقى وما تضغطوش عليا اكتر من كده، انا مش هقول اي حاجه. طب وبعدين؟ ما نروح لبابي يمكن هو يكون عارف. احسن. وان شاء الله مش هتعرفوا. عشان تبقوا تروحوا بورسعيد وتخشوا عليا كده وايديكوا فاضيه. احنا كنا في ايه ولا ايه يا خالتي؟ طب ده المرحوم الله يرحمه ويبشبش التوبه اللي تحت راسه كان دايما ياخدني قريه النورس، وكان يجيب لنا ام الخلول بالكيلو بالاتنين كيلو، ومنين ما نقعد بقى اشري 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 اشري. انا مش مصدقه ذكرياتك المقرفه دي، دي مش حاجه تفتكريها وتفتخري بيها على فكره. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا لازم نعرف اول ميعاد زياره لعمه عشان نساله. طب افرضي رحنا وطلع مش عارف حاجه. ما تفوليش في وشنا يا بنت انت واسكتي. انت بتعمل كده ليه يا عم بندق؟ في ايه يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اصلي جده ميكي كان يقصد بالجدة بطة الاستاذة فاطمة النقراشي. انت موطي صوتك ليه؟ اصله كان متجوزها. متجوزها؟ متجوزها؟ الف مبروك. لا لا ما تشغليش بالك انتي بالحاجات دي، خليكي بس مركزة مع شعرك الحلو ده. بقولك ايه، ما تقوم افرجك على الكرتون على حرب البلابل انتي بتحبيه. يلا يا حلوة خدوا راحتكم بقى. ها يلا يا حبيبتي لحسن يفوتك. يلا كمان متجوزها؟ مش كفاية مدوخنا ورا باللغز بتاعه ده؟ طب ايه حكاية بطة دي؟ دي كانت نزوة في حياته. اصل في حبة ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطة احتوته اتجوزها سنة. كانت احلى سنة في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في البجلة هدية بتاعت شبكة بتاعتها. العقد ده اصله اسري، ده بتاع الاميرة فوزية. طب هو انت عارف هي ساكنة فين بطة دي؟ طبعا عارف. كان هنا الجد بطة ساكنة في سيتي ستارز؟ لا البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا أولاد ذكريات. البيت ده كان جميل جدا جدا، وليه جنينة كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا، وفي كشك وكلب، كلب صغير اسمه كان تملي. أنا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمة الجميلة دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانة دي. مش ممكن، البلد كلها بقت غابة من الخرسانات. هو أنت آخر مرة جيت هنا كان إمتى عم بندق؟ من 40 سنة بعد العبور على طول. اوكي طب نسأل مثلا الجيران يمكن يقولولنا عنوانها فين؟ جيران مين يا حبيبتي؟ بيقولك ما جاش من 40 سنة، يعني اصلا ما كانش في مدينة نصر. طب هنلاقي فين الجدة بطة دي؟ هو انتوا عاوزين الجدة بطة نفسها؟ امال ايه يعني؟ الله، لا تروحوا لها دار المسنين. دار المسنين؟ ايوه ما قاعدة في دار المسنين. ايه ده؟ طب انت ليه ما قلتش من الاول انها في دار المسنين؟ ما انتوا قلتوا عاوزين بيت الجده بطه، جبت لكم بيت الجده بطه. انتوا لو قلتوا عاوزين الجده بطه نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا انا عاوز الاسئله مباشره ومحدده، اجاوب انا على طول. واضح ان مش جده بس هو اللي حابب يلففنا. تبعت لنا عم بندق كمان عشان يشلنا. طب انت تعرف فين دار المسنين دي؟ ايوه طبعا. ربنا يستر. انت متأكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطة دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متأكد، ده انا اللي موصل ستي فاطمة هنا في دار الشيفة بنفسي. ثانية واحدة، دي دار المنى، are you sure؟ واتفر يا بنتي. ايه ده؟ مش ده عم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت يا عم دهب؟ الله،
انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذه زياره يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق حبايبي يا مؤاخذه كتير. وانتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بورسعيد؟ ها؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضو نفس الشخص. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ هو انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى افتح العربيه. مؤاخذة أصل بسيب مفتاح العربية معايا عشان أما أجي داخل مثلا مفاتيح العربية يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربية معايا عشان أنا مش هستناك في العربية عشان الدنيا مش شمس. روح الحتة اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربية عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في أي مصيبة، تفكر على الله. حاضر يلا. وأنتوا جايين تعملوا إيه هنا يا بنات؟ إحنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خالد شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولوا لي على مشاكلكم ايه انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندق، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه، بيدوروا على حاجه، مؤاخذة عايزين يسألوا على حاجة. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق ميعاد الزيارة. زيارة ايه؟ مؤاخذة انتوا مش بتقولوا جايين تشوفوا المكان؟ ما انا اقصد زيارة المكان كده اهو. طب ماشي، هروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده، مش مستني فني ده قبل ما يتوه. انت غبية قوي. اسم الله قوي. هي دي الأوضة يا بنات؟ مدام بطة. ألف مليون سلام عليكي، مالك؟ إيه اللي حصل؟ حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنة، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف. بندق، أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلا أهلا أهلا. ازيك؟ اهلا مدام بطه. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا، دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي هنا في الاوضه غلبانه قوي، دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق، ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس، بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الاوضه، ها اصلها غلبانه بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام ايفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. معرفش ولا شفت رشيتها. بندق، ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس انا زعلانه منه. زعلانه منه ليه بس يا حاج؟ حجه ايه يا جربوعه انت؟ مين دي؟ دي جربوعه تبقى حفيده ميكي بيه. قطيعه، ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي هنا في الاوضه. مش عايزه. لا غلبان. لا بقول لك ايه، لا هتاخدي يعني هتاخدي 2 المره دي. يا جماعه دي بتقتلها. كفايه. بندق، ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ بناتي انا وشيرين، وانا جايبه هنا عشان يزوروكي. اسمعي بقى، احنا جايين عشان نسالك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع ايه؟ العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو؟ ما انا قلت لعم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، احنا عاوزين نعرف منك انت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف ايه؟ حبيبتي. لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا، العقد فين؟ وانت مالك انت ومال العقد؟
يا حرامية يا بيئة يا جربوعة انتي انتي مالك يا بوليس يا نيابة؟ اصبري بس يا حاجة بطة ما فيهاش حاجة يا جربوع زي بناتك. طب انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا برا. انا بندق بندق انا بندق بندق يا حياتي عليك. ازيك؟ بندق كويس بندق كويس جدا الحمد لله. واحنا مش بناته، احنا احفاد متكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اديكي عقد انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟ طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه، ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي دي مدام ايه حبيبتي حبيبتي. افتحي بقك يلا ايفون ما تغلبيش. بقول لك ايه، الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تقفر، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافوش احنا بدلنا الدواء بايمان دام. ايفون يلا دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا روحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انتي قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذة يا هوانم، الشنط بس عايزين نفتشها. اوكي. لا 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 مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي ايه ده جايبه سندوتشات؟ سندوتشات بس بس. اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا واي نوت. ما يلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس فيها قنبله، خلي بالك في السوسته. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. ماشي انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد وهو. وعشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟ لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده. اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل. انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت، كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحريقه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت، ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده؟ ماشي حط ال خد منديل اهو. ايه يا وكاله من غير بواب؟ في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول. ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ اتفضل. حاجه كده او كده، معادن لانشون او اي حاجه؟ ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي، استنى لما افتشك. اهو يا بيه معاك ممنوعات. انت بتزمر؟ بزمر، ده انا مد انتظار يا بيه. لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمت قوي، اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيتلاقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا لمت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب تدخل اللمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بصي السقف تحفه ازاي. واو بص بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف، احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده؟ لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضة الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلوك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده؟ لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوش بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكه دي بني ادمه يعني كان عندها قايمه مسجله فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبه القايمه مع امها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والاركوبال بتاع الملكه. ايه ده؟ الملكه كانت بتلعب اكروبات؟ اكروبات؟ الملكه كانت بتلعب اكروبات، كانت بتشعل على الترابيز. عارف الترابيز؟ البنج. بنج ايه؟ الكسبان على الترابيز. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. ايه ده؟ هو احنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جاي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه اللي وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟
ايه ده انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده هيلقطوها. جايز العقد حلو بس بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبوظ. مظبوط احنا كمان هنستخدمه في الخير. متخافش يا عم مش هصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني. لما بقتل ما بعرفش اسوق ما بعرفش اسوق. بس يا سيف بس. بصوا انتوا دلوقتي تطلعوا بره اعملوا اي سين اعملوا خناقه اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكم. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانية فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فاهماني خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه فاهمه. اوكي انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم. بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. انت عاشقها يا كلب كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري. اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد مش قادر اسرق. خلاص نروح على الواد بالراحة. هو ده اللي انا حبيته. كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي watch and learn. يا نهار اسود الامن جاي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. personne ne me touche. je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. je ne connais même pas cet imbécile. vous pouvez le prendre si vous voulez. il sait tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزيه عشان لابسه برنيطه؟ انا كمان مش مصري لكن اخاب مصر كتير. وخيات الحسين اسمعوني انا كوستا كوستا اليوناني. رين تليليلين تليل انا كوستا اسمعوني انا عايز الكونسول بتاعي انا كوستا اليوناني. يا نهار اسود.